شي ناس الله يلحقني على امي، كاين شي ناس الشم الا ما لاقيش ميوكل ولادو برك كيبقى عليا افلان كي غندخل الدار حليب وليك واش ما عنديش، اقسم من سما الرحمن. راه في السيف كتلقى السيد كيطلع في الفيقه، بنادم عنده 5 دراهم با كيبكر المقب، راه الدار المقب دي راه يخدم ولا كاع ما يخدم، وكاري ولادو كيخرجوا بالسيف يقول لك الدري كيما قال لك الدري وتبوي خشار، قال لك راه بنادم يرجع الهجره ويكمي الشيره والدار، راه ضروري يكميها. كتلقى انت باك ما خدامش كتطلع ما عندكش الاخر، راه كتلقى الدبدوره على الكراكشو كتلقى فيها الناس في شكل على الناس ديال بوديله وبيخشرك بحال الكراكشو بحال بحال المجد وكذا، كتلقى بنادم لابس ديك سبرديله ب 80000 فرانك حتى ضارب 30 درهم ما كتلقاهاش. باش ما يكونوا في السبيطارات الدواء فابور هو كلشي فابور، انا كنشوف بزاف ديال الحوايج اللي ضروني، كيفاش غندير ولاد كيفاش غنتزوجوا؟ وكنقولها وكنعاودها، انا اكثر واحد دافع سيفيات في المغرب وكنتحدى العالم شي واحد يكون دافع اكثر مني في المغرب، كندفع 30 سيفي في النهار جميع ربع المملكه، عندي باك بليس 2 كانوا يعني تيوهمونا ايام الدراسه انك غتاخذ الباك وكيشكوا لي حياتي من بعد الباك وكذا وكذا وكذا، انك غادي تخدم واحد الوظيفه وغادي يعني تحمل واحد المسؤوليه على اساس انك يعني غتخدم وغدير الفلوس يعني تعيش بحالك بحال الناس الاخرين. الحاجه اللي كنعانيو منها وكيعاني منها الشعب المغربي كله هي الزبونيه والمحسوبيه، الزبونيه والمحسوبيه باك صاحبي. والو الخزر شفار كلش شفار ما دابا انا والو لا خدمه لا دراسه لا والو، مشيني تشدك جوان تشدك جوان شدوك لي لا ما خوين حرك ونشوف وعلى هذا هو على اي شهاده ونمشيو للجن هذا واخا يعيو ما يشهد ما دوم الحاقه غامرو احنا باش نجيو غامرين احنا هنايا مغامرين علاش نموتو مع الغلاف لا ما تريسكي تموت تلقى وحده ولا تسعى ولا تصور خاطرك كنقرا الدري هذا هو راه باك وقرا في لافاك عامين بحالي تا انا وكرا ما عطاتنا هاد البلاد والو عينا ما ندفعو للبوليس شنو الواقع دابا ماشي في صالح ديالنا حنا الشباب حنا كنموتو عرق بعرق دابا والله الا كنموتو عرق بعرق خاصك تخدم خاصك دا خاصك الا بغيتي تخدم كتشد الباك كتشد الباك خاصك 4 المليون الا بغيتي تخدم وفي الاخر ما كاين والو واخا تدفع الفلوس كيمشيو والو بلاك صافي مشى دا شنو فيها نبقاو هادي وري شي واحد باقي باغي يتزوج شي وحده باغا تتزوج وري شي واحد باغي يخدم شي واحد باغي يقرا ما كاينش بركه من التمثيل وبركه من المسرح وبركه من السينما المغاربه راه 50 عام هادي ديال المسرح ولا 60 عام فهمتي نزلوا للواقع سيروا للقرى شوفوا الدراري الصغار غاديين المدارس في الغيس وفي البرد بلا سراول بلا صبابة لا برك دير لينا في الكورنيش وفي مارينا سير هو هما الدواور هنايا باقي الناس ساكن ما عندهمش حتى الضوء ما عندهمش حتى مدرسه فين يقراو ما عندهمش حتى فرمليه دوك اليوم بريده عطاتو لفعه ولا عطاتو عقرب ولا عطاتو طوبه فهمتي اي برك دير لينا مارينا عندنا اليوخوت حنا المغاربه عندهم اليوخوت كل واحد عنده يخت بابا ب 20 مليار يجي يحطو لك تما والمغاربه مساكن راه كيمشيو يشريو غير صنداره ديال الشينوا ب 10 دراهم باش يدوز العام فرصه عنده في الحياه اللي تتبقى له هي هذه هي اللي تتبقى له وعاد شنو عيا باع حوايج وسرق مشى للحبس طاب شنو غادي يدير حسن لقات لي فرصه وحده ويجمع حوايجو ويشوف الفرصه الثانيه عاوتاني في حياته حيت هاد الارض هادي كاين ولا شويه الباطل بزاف بنادم جوج جهدرات تيتم غادي عاد الوقت باش يدبر عليه شي يجي ويديو والسلامة خويا البلاد راه ولينا بحال ما عرفتش ولاو غامطين علينا ما عرفناش خويا منين هادشي مرضنا اخويا انا راه طايب انا راه السبيطار الحمق وليت نشوفهم معاهم في هاد البلاد اخويا بحال هنايا اش نبقى ندير وانا يقولوا لي حرقه نمشي اخويا اش نبقى ندير انا مبارك ويلي تقارنا 40 سنة اش بقى لك زعما عاد تدير مستقبل وعاد تولد ولاد صافي اخويا راه فينا بحال علامة الساعة هادي والله الا ما عرفنا واش علامة الساعة ولا شنو اخي الصراحة وحق الله العظيم ليلة الله والله واقع اللي عنده الدبلومات هو اللي يخدم وهذاك نمشي عنده ما قراش كاع وما دخلش المدرسة صداع تشرد يمشي للحبس الدولة مشكل لا ما واخدين لا حق لا والو اختي نكذب عليك كذابة اختي هاد البلاد هادي شفارة شفارة هاد البلاد لا صنعة لا فلوس لا والو بنادم كيمشي كريس يمشي ياكل خبزة ما كيلقاش بنادم كاين عسى على الكرطون حشومة والله دوك اللي في الوزارة وفي البرلمانات وداك يقول لك حنا زعما هما ويعني اتقوا الله اتقوا الله ما تكونوش مجرمين راه هادشي اللي كديروه ديال المجرمين ديال الكريمينال
فهمتيني؟ هادشي اللي كيديروا والله العظيم ديال المافيا الكبار. انا كنشوفو يعني حنا راه ماشي كنرضعوا صبعنا، انا راه درنا العالم كامل وكنشوفوا شنو كاين. هادشي اللي كيديروا هما ديال المافيا الكبار، ويا ريت يوصلوا للمستوى ديال المافيا. انا كنعرف المافيا في دول يعني اوروبيه وكذا كيخدموا الفقراء، كيصاوبوا لهم مدارس ويصاوبوا لهم سبيطارات ويصاوبوا لهم ملاجئ ديال الايتام ويعطيوهم ميناء ويساعدوهم. هادو ما ساخط مجرمين بدون رحمه. خدمونا واحد الفئه يديروا ليها هذا راه باقي شي قراوات. شحال واحد باقي صغار شي حمار. انا كتوجه انا الشعر ديالنا شي حاجه، كنقول لكم جوجونا كونونا الله ينعدي ديماكم. واش ندير على وجه الوالده؟ ما تنبغيش كاع الادي راسي، ما تنبغيش كاع نقشر راسي، تنقول اللهم اضرب الحمي وما نقشرش راسي، يعني الروح عزيزه عند الله. راه تسول اي واحد يقول كذاك الدري الله يعمرها دار تيخدم على راسو وما يشدش ديال الناس، ماشي شمكار غير الظروف اللي جعلها شي يكون بحال موكا كل سنة. هادشي اللي كتشوفني بحال موكا، انا ما كرهتش نتبدل، ولكن راه تشوف الحاله ديال الله كي دايره. تحيدوا البليه من هاد البلاد، انا واحد يدخل البليه. راه الشيء تقطع، راه ماشي حنا اللي غنقطعو، راه انتوما اللي غتقطعو، داك الشيء راه كتضربو من الزير. يعني كون ما كانش داك الشيء كتخليو انتوما يدخل، حنا ما نديروش. هاد الاقطاع والضومين وهادشي راه عايشين فيه حنا دابا. اول حاجه الحريق، علاش منهم تيحرق؟ نقول لك علاش منهم كيحرق؟ راه ماشي قضيه ديال الفلوس ولا شي حاجه، راه قضيه ديال الكرامه. بنادم عايش بلا كرامه في هاد البلاد هادي. القويه كل الضعيف، فهمتيني؟ السلطه ديال الكبار راك عارف كيستغل عليك انت المواطن اللي ضعيف. يعني كون كيوفرونا بعدا غير شروط ديال الكرامه لبنادم انه يعيش حر في بلادو، ماشي مشكله. يعني راه كيما قال لك هذاك نصبروا على اي حاجه، فهمتيني؟ يعني ما وفرتش شي حاجه، السبيطارات ما كاين والو، فهمتيني؟ الخدمه ما كايناش، التعليم ما كاينش، هما زادوا دابا دايرك بغريره والروينه في التحكم المقرر. يلاه قول لي شنو تقول؟ ها احسن عوان هادو اللي جايين من مورانا اخي، ما حنا غنمشيو نريسكيو، حنا مريسكين مريسكين. انا راه كاينين بليك قبل ما نقول لك شكون هما، كلشي باغي يمشي، هما راه غادي ان شاء الله. وفيفا اسبانيا.